يعطيكم ألف عافية ويميت أهلا وسهلا فيكم جميعا، نورتونا. أهلا وسهلا بكل عم بيتابعنا من خلال صفحتي أطيب الوصفات مع الشيف علا طشمان وصفحات مجموعة شعبان أروس تايجر وسكر شعبان، نورتونا. طبعا حلقتنا لليوم هي حلقة جدا مميزة، اخترت لكم فيها أكلة من الأكلات اللي أنتوا كثير بتحبوها. اليوم إن شاء الله رح نعمل مع بعض أطيب وألذ مكمورة، ورح نعمل كمان حلى تشيز كيك على ذوقكم، رح تحبوا الوصفة إن شاء الله كثير. أول إشي هون قبل ما نحكي عن المكونات وطريقة العمل زي ما نحكي كل مرة، رح نحكي عن سؤال الحلقة. شو هو سؤال حلقتنا لليوم؟ ما هو شعار منتجات البيت؟ طبعا بتشاركوا عن طريق التعليقات، كل ما زادت التعليقات بتزيد فرصكم للربح. الربح إن شاء الله رح يكون معنا رابحين، لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسوا في بداية الحلقة لايك كومنت شير حتى يزيد عندنا التفاعل وحتى تزيد كمان فرصكم للربح. وهلا هون رح نبلش بأول وصفة معنا لليوم، رح نعمل المكمورة. مكونات المكمورة للعجينة هون رح نحتاج 5 كاسات طحين البيت، كاستين طحين أسمر، رح نحتاج 3 ملاعق كبار سمسم، 3 ملاعق كبار حبة البركة، ملعقة كبيرة من الملح، طبعا الماء حسب الحاجة. الحشوة هون رح نحتاج كيلو من صدور الدجاج، كيلو نصف من البصل، كاستين زيت زيتون. البهارات اللي رح نحتاجها ملح، فلفل أسود، كمون وكركم. هلا هون رح نبلش بطريقة العمل. طبعا المكمورة هي من الوصفات اللي لها شعبية كانت كثير كبيرة على موقعي، وحبيت اليوم انها تكون احدى وصفات شهر رمضان المبارك. تابعوا معي الحلقة للأخير ورح نشوف طريقة العمل خطوة بخطوة. اول اشي هون رح نعمله رح نحضر للحشوة. طبعا اول خطوة لازم تعملوها تحضروا للحشوة، لانه لازم تكون معنا باردة لما نيجي نحطها مع العجين. هون رح اشغل الغاز. في البداية هون راح أذبل البصل. طبعا أكيد بالوصفة هاي لازم نستخدم زيت الزيتون. راح أحط كمية كثير منيحة من زيت الزيتون. في البداية راح أحط كاس وراح أزيد شوي شوي. راح ننزل هون البصل. طبعا بالنسبة للبصل، كيلو الدجاج بنحط له أقل شيء كيلو من البصل، أنا هون حطيت له كيلو ونص. التقطيعة عنا لازم تكون تقطيعة خشنة. التقطيعة خشنة حتى إنه ما يذوب معكم البصل، يعني لازم تكون معنا حبة كبيرة حتى يضل البصل له مبين يعني جوا الحشوة. هلا هون راح أقلبه وراح أتركه حتى يتذبل عندي تماماً. هون عشان نساعد في تذبيل البصل راح أحط معه الملح، راح أحط معلقة كبيرة حتى يتذبل معي أسرع. حتى يتذبل عنا هون البصل رح نحكي عن الدجاج. بالنسبة للدجاج اللي رح استخدم اليوم مع الوصفة هو الدجاج المسحب. طبعا استخدمت هون كيلو من صدور الدجاج، سلقتهم بورق الغار بالبصل بالبهارات الملح الفلفل الأسود والهيل الحب. بعديها صفيت الدجاج، هاي مرق الدجاج رح استخدمها كمان مع الحشوة، وبعديها فتيت الدجاج بهاي الطريقة. طبعا رح احكي ملاحظه كثير مهمه بالنسبه للمكموره. المكموره الاردنيه الاصل احنا بنعملها بالدجاج الكامل، بس الايام هاي الاسهل في الاكل انه نستخدم الدجاج المسحب. طبعا اهالينا بيعملوا المكموره في الدجاج الكامل. طريقته بقطعوه التقطيعه العاديه، بفوروه على الغاز حتى تطلع زفرته، طبعا بفوروه مع الهيل ورق الغار البصل، وبعديها بصفوه بحطوه على جنب. العجينة لما يجهزوها برقوها بحطوا قطع الدجاج
طبعا ممكن يحطوا قطعتين بكل طبقة ويحطوا البصل المذبل يرجع يسكروها بقطعة عجين ثانية. بس أنا لليوم هو دائما اللي أنا بحب أستخدمه هو الدجاج المسحب، بيكون أسهل في الأكل. بس زي ما حكيت لكم طريقة أهلنا والمكمورة الأصلية إحنا بنعملها بالدجاج الكامل. بالنسبة للمكمورة ممكن إنكم تعملوها بالدجاج أو اللحمة حسب ما أنتم بتحبوا، بس الأشهر للمكمورة إنه إحنا بنعملها بالدجاج الكامل. طبعا وصفة المكمورة هي من التراث الأردني الكثير قديم، معروف أكثر شيء عنا في منطقة الشمال. طبعا من الأكلات اللي لها شعبية عنا كثير كبيرة، بالأخص عنا على موسم زيت الزيتون، وأكثر شيء كمان بأيام الشتوية. هلا هون راح نشوف البصل، بدكم كل شوية تقلبوا فيه حتى إنه يتذبل. طبعا المكمورة لازم نستخدم فيها زيت الزيتون، يعني نكهتها كلياتها بزيت الزيتون، فما تكسروها بالزيت النباتي. حبيتوا تكسروها بالزيت أكيد برجع لكم، بس إحنا مكمورتنا الأصل بنعملها بزيت الزيتون. زي ما حكيت لكم أول ما يتذبل عند البصل هون راح أنزل الدجاج، راح أخلي هون الدجاج على جنب، وراح أحضر معكم شوي هون لخلطة العجين لأنه البصل بياخذ معنا وقت. أكيد كمية العجين هي تقديرية، أنا اليوم رح أعمل 7 كاسات، حبيت إنكم تعملوا مقدار أقل برجع لكم. طبعا أول إشي هون رح نحتاجه اللي هو طحين البيت، رح نطول المقص. هلا هون رح أعير الطحين، زي ما حكيت لكم رح أستخدم اليوم طحين البيت. رح أطول كاس. الكمية هون رح أحط 5 كاسات. عجينة المكمورة لازم نخلطها بين طحين أبيض وطحين أسمر. أهالينا زمان كانت الكمية الأكبر اللي يحطوها اللي هي الطحين الأسمر. هاي الكاسة الثالثة، الرابعة، وهلا هون رح أحط 5. طبعا ما شاء الله طحين البيت ما بيحتاج إنكم تنخلوه لأنه طحين ناعم منخول. رح أحط هون هيك عندي 5 كاسات، رح أقلب. رح نضغط شوي هون، رح أنزل هون 2 كاسات من الطحين الأسمر. طبعا هون أنا الكاسات معيريتهم، 5 كاسات طحين أبيض، 2 كاسات من الطحين الأسمر. الأسمر هو نفسه الطحين البلدي. رح نحط هون 2 كبار من حبة البركة، رح أحط 2 كبار من السمسم المحمص. في ناس بتحب تحط رشة كمون، برجع لكم، بس أنا بحب أحط على عجينة فقط السمسم وحبيت البركة. رح أحط هون كمان 2 ملاعق صغيرة من الملح. هيك عندي مكونات العجينة، رح أخلطهم شوي. مكونات العجينة بسيطة، طحين أبيض، طحين أسمر، حبة البركة والسمسم المحمص ومعلقة صغيرة من الملح، بخلطهم مع بعض. طبعا عندنا شرط أساسي، كمية الطحين الأبيض لازم تكون شوي أكثر من الطحين الأسمر حتى إنها تكون معكم متماسكة، يعني ما تفت. الطحين الأسمر هو نفسه الطحين البلدي. هيك عندي الطحين جاهز. هلا هون راح أتفقد البصل، طبعا البصل بياخذ وقت، بس أنا هون راح أنزل فوقيه الدجاج المسحب حتى كلياتهم يختلطوا مع بعض.
بنقلبهم. طبعا هون رح ازيد من زيت الزيتون. كمية زيت الزيتون اللي حطيتها لحد هسه هي كاستين، لانه معيرهم على الكاس المي. بنقلب، ما شاء الله ريحة زيت الزيتون. هلا هون راح انزل البهارات. راح نشوف البهارات. اول اشي راح ننزل هون الفلفل الاسود، حطيت معلقة صغيرة. راح انزل الكمون، الكمون بنحطه عشان كمية البصل. كمان هون معلقة صغيرة. بنعدل الملح، وراح احط كمان الكركم، يعني نص معلقة صغيرة. وبقلبهم كثير منيح. طبعا عندنا الحشوة لازم تكون رطبة، هي بدها كمية أكثر من زيت الزيتون، بس أنا هون رح أكتفي بالكاسين اللي حطيتهم، والكمية رح تضل رح أزيد شوي من مرق الدجاج. رح أتركهم شوي يتسبكوا، وبحضر أنا وياكم بنفس الوقت للعجينة. رح ناخذ المي، رح أحط كمية بسيطة، رح أخليها جنبي عشان كل ما بدي برجع بحط. طبعا زمان كانوا يعملوا كل المقدار زيت الزيتون، بس يعني أيام زمان شوي بتختلف عنا، فالأفضل شوي نخففها في مرق الدجاج. رح أرجع أزيد. المكمورة هي معروفة زي ما حكيت لكم لأهل الشمال. وبالأخص عنا قرى إربد. رح أتركهم يتسبكوا شوي. طبعا رح أوطي الغاز. بهاي الفترة رح نحضر للعجين. طبعا العجين راح استخدم مي عادية، وراح احط عليها مي سخنة، بس الكمية الاكثر هي للمي العادية. هيك تمام. هلا هون راح نبلش نعجن. راح البس الجلافز. طبعا المكمورة هي من الأطباق، يعني مثلها مثل المنسف عنا، بتنعمل في العزائم الكبيرة، في الجمعات العائلية، وأكثر شيء شاطر فيها طبعا الستات الكبار، الكل بحب يأكل المكمورة من إيديهم. قبل طبعا ما نبلش في العجن، رح أحكي لكم عن حملة أروس تايجر. بالنسبة للحملة اسمها الربحة على الباب، بتشتركوا فيها عن طريق انكم تشتروا كيس أروس تايجر، بتلاقوا فيه كابون، الكابون بتحفوه، البيانات الموجودة في الكابون بتفوتوا على صفحة أروس تايجر وبتعبوها. إن شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين. الربح كل يوم 99 دينار وبالشهر 999 دينار. ما شاء الله الجوائز كثير حلوة. طبعا ما تنسوا لايك كومنت شير للحلقة حتى يزيد عنا التفاعل، وإن شاء الله يا ربي كمان تكون من الرابحين. ورح أذكركم بسؤال حلقتنا، إيش هو شعار منتجات البيت؟ طبعا الربح إن شاء الله رح يكون معنا رابحين، لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسوا لايك كومنت شير شير حتى يزيد عنا التفاعل. هلا هون رح نبلش بالعجن. نحكي بسم الله، بس قبل ما أبلش رح أقلب آخر تقليبة.
وارجع ازيد المي حتى ما تنقص عليه. طبعا قبل ما اطفي الغاز راح ارجع احط نص كاس من زيت الزيتون. هيك عندي. هلا هون راح نبلش بالعجن. طبعا بتعملوا حفرة هاي الطريقة وبننزل المي وبنحكي بسم الله وبنعجن. طبعا بنستمر في العجن حتى تتشكل معنا عجينة. راح احكي بالنسبة لعجينة المكمورة. طبعا انسوا بالنسبة لعجينة المكمورة لازم تكون هي من العجين العويص، يعني العجين اللي احنا ما بنحط له خميرة. بس ايام انا بحب احط رشة صغيرة من الخميرة. رشة الخميرة هاي بتساعد انها تكون معكم شوي العجينة طرية. زي ما حكيت لكم الاصل عنا بالمكمورة ما بنحط لها الخميرة. ونفس الشيء ما بنحط الزيت، بنحطه باخر مرحلة بس بندهن وجه العجين. لانه في الاخير رح نرق العجين كلياته بزيت الزيتون. طبعا بنضلنا ننزل حتى تلم معي. المي هي مي عادية بس مش باردة ولا سخنة. هلا هون انا رح اكمل عجنها تمام، واورجيكم العجين اللي انا محضريتها. بكون عندي كمان البصل الدبل حتى نبلش نشكلها مع بعض. هيك عندي العجينة. طبعا هاي العجينة اللي أنا محضريتها من قبل مرتاحة ساعة. أقل شيء لازم تكون عندكم العجينة مرتاحة ساعة حتى لما تيجي تقطعوها إنكم تقدروا إنكم تفردوها. فريحوها ساعة، ممكن تريحوها كمان ساعة ونص. هيك عندي حشوة الدجاج كمان جاهزة. الأفضل لما تيجي تستخدموها إنها تكون معكم باردة. ورح نحتاج كمان هون كمية منيحة من زيت الزيتون. هلا هون رح أورجيكم كيف طريقة العمل. لكن قبل ما نحكي عن طريقة العمل رح أذكركم بسؤال حلقة اليوم. إيش هو شعار منتجات البيت؟ بتشاركوا عن طريق التعليقات. كل ما زادت التعليقات بزيد فرصكم للربح. الربح إن شاء الله رح يكون معنا رابحين. لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسوا لايك وكومنت وشير حتى يزيد عنا التفاعل وحتى كمان تزيد فرصكم للربح. اول اشي هون طبعا رح اشوف هون انا حطيتهم. رح احتاج هون صينية. رح نحتاج صينيتين. صينية رح ارتب فيها قطع العجين والصينية الثانية رح افرد فيها قطع العجين. طبعا رح البس الجلافز. الكمية اللي انا استخدمتها هي كميات تقديرية. استخدمت هون 5 كاسات من الطحين الابيض وكاستين من الطحين الاسمر. استخدمت هون كيلو من صدور الدجاج مع كيلو ونص اكثر من كيلو من البصل المقطع. البصل عندنا هون لازم يكون مقطع خشن. البهارات ملح، فلفل اسود، كمون، ممكن تستخدموا البهارات السبعه ورشه من الكركم. طبعا هون راح احاول البسهم. هلا هون رح انزل كميه من زيت الزيتون. زي ما حكيت لكم الوصفه هاي ربيحه زيت الزيتون. طبعا اكثر شيء احنا بنعملها بموسم زيت الزيتون بيكون زيت الزيتون جديد طبعا اخضر وحار. شو النكهه بتطلع قصه. هلا هون رح اورجيكم كيف رح نقطع. بالنسبة للتقطيع هون طبعا راح ادهن ايدي بزيت الزيتون. التقطيع ناخذ اول قطعة، ناخذها قطعة كبيرة
هي القطعة هاي رح أفردها في البداية، رح أخذ القطعة الثانية قطع صغار. طبعاً هون ما رح أطلع منها الهواء حتى لما أجي أفردهم إن يكون سهل الفرد. زي ما حكيت لكم القطعة الكبيرة هي الأكبر والباقي كلياته قطع صغيرة. طبعاً عدد القطع هي عدد الطبقات اللي إحنا رح نعملها للمكمورة. زمان أهالينا كانوا يعملون المكمورة بالطنجرة، طنجرة بس ما يكون إلها إيدين، ويحطوا العجين طبقات. طبعاً المكمورة الأطيب هي اللي بتكون طبقاتها أكثر. بعد ما يخلصوا طبعاً العجين هذا كانوا يغطوها بغطاء ويسكروا الغطاء أطرافه بقطعة العجين حتى إنها تستوي معهم منيح. زي ما حكيت لكم هاي الأكلة من الأكلات التراثية اللي مثلها مثل المنسف عنا، بس مش مشهورة مثل المنسف. شايفين عدد القطع؟ كل ما كثرتوا عدد قطع تيجي معكم على شكل طبقات. هلا رح احكي هون بالنسبة للقطع الكبيرة، في ناس ما بتعملها، يعني على طول بتبلش ترق طبقات فوق بعض، بس أنا بحبها بتحسوها مثل الجلال، يعني بتلم الطبقات العجين بيطلع شكلها مرتب. في ناس بتحب إن يكون شكل المكمورة طبقات، أنا بحب إني أعمل لها مثل القطعة الكبيرة هاي وأحط كل الطبقات جوا المكمورة. هيك عندي تمام. هاي العجين اللي عملتها هي كمان عجين عويص من غير خميرة. خلصنا تقطيع، رح أشيل. بعد ما قطعنا رح أحط كمية من زيت الزيتون على الوجه حتى إنها ما تنشف معي قطع العجين. هيك بعد ما دهنا الوجه زي ما حكيت لكم حتى انه ما ينشف معنا، راح ابلش هون بالرق. طبعا هون انا مجهزه صينيه، هاي الصينيه فردتها ورق زبده، ممكن بدل ورق الزبده تحطوا كميه منيحه من زيت الزيتون. راح ارجع احط هون كميه بسيطه. الصينيه بتختاروا الحجم اللي انتم بدكم اياه حسب انتم كيف بتحبوا حجم المكمورة. أنا اخترت هذا الحجم حتى إنها تستوي معي بسرعة بالفرن وما تغلبني. رح نحتاج السدر، بكون أسهل عليكم، ورح أحط هون كمان كمية من زيت الزيتون. نفرده ونبلش نروق في الطبقات. أول طبقة رح ناخذها العجينة الكبيرة. طبعا ما شاء الله التفاعل في الحلقة الماضية، شكرا لكم، ما أحلى كومنتاتكم
يعني بعد ما خلصت مع الحلقة عم بقرأ فيها، ما شاء الله التفاعل، الكومنتات. طبعا أجمل إشي في البرنامج الكومنتات اللي أنتوا عم تكتبوها. طبعا هون رح أحاول إن أفردها كثير منيح، لازم تسقوا فيها في الزيت حتى إنها تمشي معكم. شغلة كثير مهمة، العجينة لازم تكون معنا مرتاحة. يعني أنا هون بعد ما قطعتها المفروض تركتها ترتاح مدة ربع ساعة حتى تمد معي بسهولة. أنا هون رح أحاول أمدها، طبعا كل ما مدتوها تطلع معاكم مقرمشة، يعني ما بتطلع معاكم قاسية. بتبلشوا من النص وبتنزلوا على الأطراف حتى إنها تفتح معكم. لو انشقت مثل هيك عادي، لأنه إحنا عم نشد فيها، بس العجينة لما تكون مرتاحة زي ما حكيت لكم بسرعة بتفرد معكم. واسقوا فيها في الزيت. طبعا المكمورة من الوصفات اللي بتعتمد اعتماد كبير على زيت الزيتون. كل ما فتحتوها تطلع معاكم نتيجة أحسن. طبعا أنا رح أكتفي، الأطراف لازم تفتحوها أكثر كمان. يعني الأفضل تستخدموا صينية تكون معكم واسعة. هلا هون راح أحطها، راح أورجيكم كيف راح أشيلها. هاي الطريقة، راح أشيلها وأحطها. طبعا هي المفروض تنفتح أكثر من هيك، بس أنا عشان اللايف وقت الحلقة راح أختصر شوي في الخطوات. راح أفتحها بهيك، حاولوا تطلعوها هيك حتى إنه الأطراف عنا ما تنزل. طبعا أنا عملت مكمورة قبل ما أجي ودخلتها الفرن، طبعا ما شاء الله ريحتها. هلا هون رح أحط من حشوة البصل، رح أطول حشوة البصل. طبعا هون رح أعمل معاكم كم طبقة زي ما حكيت لكم، لأني أنا مجهز في البيت. طبعا بتوزعوا كثير منيح، تحطوا كمية كثير منيحة، وبتسخوا في الجاج، في البصل، بمرق الجاج وزيت الزيتون حتى تطلع معكم رطبة. هلا هون رح أعمل الطبقة الثانية، تختاروا قطعة العجين الصغيرة. نفس الشيء بنحط كمية من زيت الزيتون وبفتحها. طبعا المكمورة هي من الأجواء اللي كل العيلة بتشارك فيها، يعني كل واحد منا بياخد صينية وبيقعد يفتح طبقة وبعديها وبنحطهم كلياتهم فوق بعض. زي ما حكيت لكم لازم تكون عنا الطبقات مفتوحة كثير منيح حتى تطلع معنا الطبقات رقيقة. هاي خطوة كثير مهمة للمكمورة. خطوات المكمورة شوي قريبة نوعا ما من المسخن، بس المسخن معروف احنا بنعمله بالخبز ونحط معه كمية منيحة من السماق، بس المكمورة احنا بنعملها بالعجين. هلا هون راح أسكرها طبعا بطبقة ثانية. نرجع، طبعا الطبقة لازم تكون تغطي كل الأطراف، وبرجع بحط
الدجاج. طبعا طبقة العجين هاي لازم تسكر كل الأطراف. رح أورجيكم الصينية اللي معي جوا، وأورجيكم إيش رح نعمل لما نخلص طبقات المكمورة. طبعا لاحظوا طبقة الزيت، طبعا هاي زيت مع مرق الدجاج لازم تكون مبينة حتى تستوي معكم، وحتى العجين يتحمل وقت بالفرن، لأنه الصينية رح أدخلها الفرن رح تقعد أقل شيء مدة ساعتين، رح أحطها على درجة حرارة 180 الرف الوسط. شغلة كثير مهمة، لازم يكون مرق الدجاج والزيت ظاهر حتى أنه العجين يتحمل معكم بالفرن. طبعا قبل ما أسكر عليها راح أعمل فيها ثقوب بهاي الطريقة. هن في العادة بتكون للأخير، يعني أنا لما أعملها بسكر الطبقات للأخير، بس عشان السرعة اكتفيت بهاي الكمية. كمان شغلة مهمة، في ناس بتحب تعمل المكمورة حجمها قليل حتى تستوي معهم بسرعة، مش شرط المكمورة إنها تكون عبارة عن طبقات كثيرة. راح أسكر عليها في ورق الزبدة. طبعاً استخدمت هون ورق الزبدة حتى يكون فاصل بين العجين والقصدير. راح أستخدم كمان هون القصدير. نسكر. طبعا اهالينا زمان اكيد ما كانوا يستخدموا القصدير، كانوا يجيبوا زي ما حكيت لكم سدر ثاني يحطوه على الصينيه، او نفس غطاء الطنجره يحطوه ويسكروه بالعجين، يحطوا طرف العجين على طرف الطنجره حتى تتسكر معهم كثير منيح. بهاي الطريقه بتستوي. برجع بحكي بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 180، المدة تأخذ مني ساعتين. انتو بعد الساعة ونص اكشفوا عليها، حسيتوها انها لسه بعدها بدها من تحت، بتزيدوا المدة. طبعا قبل ما نروح لوصفة الحلو رح اذكركم بسؤال حلقة اليوم، ايش هو شعار منتجات البيت؟ بتشاركوا عن طريق التعليقات، كل ما زادت التعليقات بيزيد فرصكم للربح، وإن شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين. الربح رح يكون معنا رابحين، لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسوا لايك كومنت شير حتى يزيد التفاعل عنا، وحتى كمان تزيد فرصكم للربح. وهلا هون رح أحطها بالفرن، ورح نحضر بعديها لوصفة الحلو حلا تشيز كيك دوار الشمس. هيك عنا المكمورة صارت بالفرن. طبعا أنا مجهزة واحدة قبل الحلقة، وهلا هون رح نبلش نحضر لأطيب وأحلى حلا تشيز كيك دوار الشمس. طبعا هاي الوصفة من الوصفات الكثير حلوة، طريقة عملها كثير سهلة ومكوناتها بسيطة وضيافتها جدا جميلة. طبعا قبل ما نحكي عن المكونات وطريقة العمل رح أرجع أذكركم بسؤال حلقتنا، إيش هو شعار منتجات البيت؟ طبعا منتجات البيت في عنا السكر، في عنا الطحين، الزيت، طبعا هاي المنتجات كلياتها لكل بيت. بتشاركوا معنا عن طريق الكومنتات، كل ما زادت الكومنتات والتعليقات بيزيد فرصكم للربح. الربح ان شاء الله رح يكون معنا رابحين، لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسوا لايك كومنت شير حتى يزيد فرصكم للربح ويزيد عنا التفاعل، وان شاء الله يا رب تكونوا من الرابحين. هلا هون رح نحكي عن مكونات حلا التشيز كيك دوار الشمس.
مكونات تشيز كيك دوار الشمس. رح نحتاج 210 جرام بسكوت الدايجستيف، 50 جرام زبدة، رح نحتاج كاس حليب بوستمان بودرة، نصف كاس سكر البيت، ملعقة كبيرة ونصف من طحين البيت، رح نحتاج كاس لبن زبادي، 3 ملاعق كبار من جبنة الدهن، ورح نحتاج بسكوت بنكهة الشوكولاتة بالإضافة إلى ظرفين من الكريم كراميل وكاستين مي. هلا هون رح نحضر لأول طبقة بوصفة اليوم اللي هي طبقة البسكوت. بالنسبة لطبقة البسكوت طبعا هون رح نحتاج صحن، طبعا بسكوت الدايجستيف هو الأطيب إنكم تستخدموه مع التشيز كيك، مش متوفر ممكن تستخدموا أي نوع بسكوت إنخالة أنتوا بدكم إياه، بس المهم إنه يكون بسكوت إنخالة، ما تستخدموا بسكوت الشاي، نكهته أطيب بتكون مع تشيز كيك. هل هون رح أنزل، طبعاً البسكوت هون أنا طحنته كثير ناعم، والأفضل يكون معكم البسكوت ناعم. رح نحتاج كمان هون 50 جرام من الزبدة، الزبدة هون أنا ذوبتها، طبعاً الكمية بالصحن أكثر من 50 جرام. رح أحركهم كثير منيح، بخلطهم، بعديها رح أوزعهم على قوالب تشيز كيك. رح أورجيكم إيش القوالب رح أستخدمها. هيك عندي تمام، رح أورجيكم القوالب اللي رح أستخدمها. في البداية رح نحتاج هون صينية تشيز كيك، صينية الكب كيك العادية، ورح نحتاج كمان ورق الكب كيك. طبعا رح أورجيكم ورق الكب كيك اللي أنا رح أستخدمه. شرط أساسي لازم يكون معكم شوي غميق حتى تطلع معكم الحبة يعني حجمها كويس. إذا استخدمتوا اللي بيكون حجمها وسط بتطلع معكم حبات التشيز كيك كثير رفيعة. فهلا هون رح أوزع الورق بهاي الطريقة على كل الصينية. طبعا هاي الوصفة من الوصفات الكثير حلوة ضيافتها. رح أرتب هون، رح أختار كمان يعني الكمية اللي بتعملها بتعمل عندي كمية كثير منيحة. آخر إشي هون، هلا هون رح نوزع. أول إشي رح أوزع البسكوت. طبعا شغلة مهمة، البسكوت لازم يكون يعني منثور أكثر من هيك. أحط كمية منيحة، تقريبا معلقة كبيرة بكل ورقة. طبعا هاي الوصفة من الوصفات السهل أي حدا يطبقها وبتطلع نتيجتها جدا جميلة. هيك بعد ما وزعناه رح أحاول أحط كل المقدار. هلا هون رح نرتب البسكوت، رح أورجيكم كيف رح نرتبه. رح أشيل الزايد، رح أستخدم الأداة هاي، مش متوفرة ممكن بأي كاسة، بأي كاسة أو أي فنجان قهوة بتقدروا إنكم ترتبوا الشكل، بس هاي هي خاصة للتشيز كيك. طبعا رح أرتبها من هاي الجهة. رح أحكي شغلة كثير مهمة، لازم ترصوا البسكوت كثير منيح. بعد ما تخلصوا بتدخلوها الفريزر تقريبا مدة نص ساعة.
هيك عندي طبعاً البسكوت صار جاهز. هيك عندي الطبقة الأولى خلصناها، سهلة بسيطة. رح أخليها على جنب ورح أحضر معكم للطبقة الثانية رح أستخدم فيها خلاط الكوكتيل، وإذا مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا الفرامة، لأنه شغلة كثير مهمة لازم يكون معنا الخليط ناعم لما نيجي نصبه فوق طبقة البسكوت. هلا هون رح أطول الخلاط حتى أخلط مكونات الطبقة الثانية. زي ما حكيت لكم لازم تكون عندنا الطبقة الثانية كثير ناعمة. رح أحط في البداية لبن الزبادي، طبعا هون رح نحتاج كاس من لبن الزبادي. رح نحتاج كمان هون الجبنة السائلة، رح استخدم هون 3 ملاعق كبار. طبعا الجبنة السائلة ممكن تستخدموا اي نوع بدكم اياه، مش متوفرة ممكن تستخدموا مكعبات الجبنة، كمان نكهتها طيبة. هلا هون كمان شو رح نحتاج من المكونات؟ اكيد هون رح نحتاج سكر البيت، رح نحتاج نص كاس، ممكن تحطوا 3/4 الكاس. هي الأطيب تحطوها 3/4 الكاس، طبعا للناس اللي بتحب حلاوة التشيز كيك. رح أحط هون 3/4 الكاس. رح نحتاج كمان هون أكيد من منتجات البيت، رح نحتاج طحين البيت، رح أحط هون 1.5 ملعقة. هاي نص، هاي ملعقة. طبعا الطحين هون بيمسك خلطة التشيز كيك. المكون الأساسي عندنا هون لازم نستخدم حليب بوستمان، طبعا هون رح أحط كاس من حليب بوستمان. وصفة هاي لازم تحطوا حليب البودرة لأنه هو مكون أساسي. رح نستخدم اليوم حليب بوستمان. هيك عندي المكونات صارت كلياتها جاهزة. هلا هون رح أخلطهم كثير منيح مع بعض حتى تتجانس عندي كل المكونات، وأتأكد عندي إنه الحليب ذاب، إنه الجبنة ذابت واختلطوا كلياتهم مع لبن الزبادي. رح أشغل الخلاط. طبعا هذا الخلاط قصة، زي ما حكيت لكم مش متوفر الخلاط ممكن تستخدموا الفرامة. رح شوي هون أنزل الأطراف حتى تنزل عندي كل كمية الحليب. طبعا في البداية ممكن يكون ثقيل بس بعديها بتحرك. رح أرجع أخلطهم.
كيك عندي صار جاهز، هلا هون راح افكه. راح اشيل الماكينه ادخلها الدرج، وهلا هون راح اورجيكم قوام الخليط. مثل الكريمه طبعا عندي هيك قوام الخليط. حليب البودره لازم ما تستغنوا عنه، السكر، اللبن الزبادي، الجبنه والطحين. راح انزله وابلش اصب فيه. طبعا هاي الوصفه من الوصفات الاكثر تطبيق، كان من جهه الصبايا الصغار كثير حبوها. رح ننزل هون 3/4 الكب، ما تعبوا للاخير حتى نحسب للطبقه الاخيره. هيك تمام. طبعا هاي الخلطه ممكن تستخدموها لاي نوع من الحلويات. راح اكملها وبعديها برجع معكم حتى نحضر للطبقة الثالثة. هيك عندي الطبقة الثانية صارت جاهزة، هلا هون راح ادخلها الفرن. بس لاحظوا كيف انا تركت مجال للطبقة الثالثة، لازم تتركوا مجال لانه لما نيجي ندخلها راح تنفخ معنا شوي. راح نحكي عن الفرن، راح يكون عنا على اوطى درجة، طبعا الشغل راح يكون كلياته تحت الشواية. اول ما تبلش تمسك معنا الطبقة بنطلع الصينية، ما تخلوها تاخذ معكم لون، حاولوا انكم لما تيجي تطلعوا الصينية انها تكون معكم الطبقة الثانية بيضاء. هلا هون راح احطها. هيك عندي الصينية صارت بالفرن، هلا هون رح نحضر للطبقة الثالثة، لكن قبل ما نشتغلها مع بعض رح أذكركم بسؤال حلقة اليوم، إيش هو شعار منتجات البيت؟ طبعاً بتشاركوا عن طريق التعليقات، كل ما بتزيد التعليقات بتزيد فرصكم للربح، الربح إن شاء الله رح يكون معنا رابحين، لكل رابح جائزة بقيمة 50 دينار، بالإضافة إلى الجوائز العينية المقدمة من مجموعة شعبان. ما تنسونا باللايك الكومنت الشير حتى يزيد فرصكم للربح وحتى يزيد كمان عنا التفاعل وتوصل لأكبر عدد من المتابعين. طبعا الحلقة توصل معنا لأكبر عدد من المتابعين. هلا هون رح نحضر للطبقة الثالثة. الطبقة الثالثة رح نحتاج طنجرة، رح أنزل هون رح نحتاج هون 2 كاسات من المي، كل كاس تساوي عندي 250 مل. ورح نحتاج كمان هون 2 ظرف من الكريم كراميل البودرة، طبعا هون أنا مفرغتهم بصحن. ما رح تحتاج أي إشي ثاني، فقط هيك الطبقة الثالثة رح تكون مي مع الكريم كراميل. طبعا الكريم كراميل زي ما هو، ما حطيت معه السكر لانه انا بدي لون الطبق يكون فاتح، فما تحطوا عليها اي شيء. راح اذوبه
وراح أتركه حتى يغلى. طبعاً بهاي الفترة إحنا حاطين الصينية بالفرن. نحرك كثير منيح حتى يذوب ما يكون أي إشي تكتلات بالخليط. طبعاً هون بتحركوا زي ما حكيت لكم حتى ما يكون أي إشي من تكتلات بالخليط. حتى يغلى عندي الكريم كراميل رح أحكي لكم عن حملة سكر شعبان. طبعاً هاي الحملة كمان بتقدروا تربحوا عن طريقها، بتربحوا كل يوم 100 دولار. كيف بتربحوا؟ بتشتروا كيس سكر شعبان بتلاقوا فيه كابون، الكابون بتحفوا البيانات الموجودة جوا الكابون بتعبوها جوا صفحة سكر شعبان، في رابط وبتعبوا كل البيانات، وإن شاء الله يا رب تكون من الرابحين. الحملة زي ما حكيت لكم بتربحكم كل يوم 100 دولار، اشتركوا فيها. إن شاء الله كل مرة بحكي لكم يا رب تكونوا من الرابحين. طبعاً هون بنحرك. ما تنسوا كمان سؤال حلقتنا، إيش هو شعار منتجات البيت؟ منتجات البيت السكر، الطحين، الزيت، هي لكل بيت. شوف ما أحسنني عم ساعدكم. طبعاً هاي طبقة تتركوها تغلى، لازم تبرد معنا شوي. طبعاً الخليط بتتركوه يغلى، لازم يبرد معنا شوي. زي ما شفته هو بسرعة بيغلى. طبعاً هون هيك عندي صار جاهز، راح أطفي الغاز وراح أشيك على الصينية وبرجع لكم. هيك عندي طبعا الكريم كراميل، صبيته بالكاسه هاي حتى اعرف اني اصبه، وهيك عندي طبعا بسكوت الشوكولاته طلعت منه الحشوه، لازم تطلعوا منه الحشوه. هلا هون رح نشيك على الصينيه. طبعا الصينيه اهم شيء انها تمسك. حاولوا انها ما تاخذ معكم لون. طبعا هون راح اكمل لحظه كثير مهمه. انا عشان السرعه عليت الشوايه، طبعا الافضل تحطوها على اوطى درجه حراره حتى انها تستوي كامله، وتكون طبعا الصينيه على اوطى رف. زي ما حكيت لكم الشوي راح يكون فقط على الشوايه. هلا هون راح اوزع حبات البسكوت بهاي الطريقة. بالنسبة لورق الكب كيك الأفضل تستخدموا هذا الورق، بيعطي منظر دوار الشمس. هلا مش متوفر عندكم وحابين تعملوا الوصفة، أكيد ممكن تعملوها بصحن البايركس. طبعا البايركس الحجم الوسط. زي ما حكيت لكم طبقة التشيز كيك هاي ممكن تستخدموها لأي نوع تشيز كيك مخبوز. إذا حبيتوا ممكن تستخدموها لتشيز كيك البسبوسة. هيك عندي تمام. هلا هون رح نوزع الكريم كراميل، بس أنا رح أوزعه بالمعلقة حتى إنه ما نكركب. طبعا القوام عندي ثقيل، كل ظرف حطيت عليه كاس، يعني كاستين مي مع ظرفين من الكريم كراميل. هلا هون طبعا بعد ما اخلص تنزيل الطبقه الثالثه راح ادخلها الثلاجه، بتركها تبرد بدرجه حراره المطبخ، بعديها بدخلها الثلاجه حتى تجمد عندي المدة تقريبا ساعتين، بتكون جامدة تماما. هلا هون انا راح اخلص هاي التوزيع الطبقة الثالثة. طبعا انا محضر معي كمية على جنب، وراح نروح هلا لفقرة الاخصائية هبة نشوف شو راح تحكي لنا من نصائح مهمة ومفيدة لشهر رمضان المبارك.
مرحبا ويعطيكم ألف عافية. فقرتنا لليوم رح نحكي عن حمية الكيتو في شهر رمضان وفوائدها وآثارها الجانبية. حمية الكيتو هي عبارة عن نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات ومتوسط البروتين وعالي بالدهون، يحول الجسم إلى آلة لحرق الدهون. كيف؟ عن طريق استبدال مصدر الطاقة الرئيسي بالجسم وهو الجلوكوز بمصدر الدهون، فبيدخل الجسم بهاي الحالة بمرحلة تسمى الكيتوسيز، بيحرق فيها المزيد من الدهون المخزنة. والعديد من الدراسات أثبتت أن هذه الحمية لها فوائد من الناحية العقلية والجسدية، أهمها أنها بتساعد على التركيز وبتحسن من وظائف الدماغ وبتساعد على فقدان الوزن الزائد وبشكل سريع والسيطرة على الشهية وتحسين صحة الجسم والأداء الذهني. وأيضا تعتبر هذه الحمية نظام علاجي صحي لمرض السرطان والاضطرابات العصبية والصرع. وأما بالنسبة للآثار الجانبية لهذه الحمية وخاصة أول أسبوعين من شهر رمضان، أولها صداع بالرأس، شعور بالتعب والخمول والشعور بالدوران وغثيان خفيف، صعوبة بالتركيز، الانفعال والعصبية وخفقان سريع في ضربات القلب. وأما بالنسبة للأشخاص اللي ما بننصح إنهم يتبعوا حمية الكيتو وخاصة في شهر رمضان، هم الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الأول اللي بياخذوا الأنسولين، والأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، وأيضاً اللي عندهم مشاكل بالمرارة مثل الحصوات أو تعرضوا لعملية إزالة مرارة، وكمان النساء المرضعات والحوامل. وأما بالنسبة لرأيي فلا أنصح باتباعه، وذلك لصعوبة تطبيقه ولا يعتبر نظام حياة ولا يغير بالعادات الغذائية الخاطئة لدى الفرد. فبالتالي أغلب الأشخاص اللي بيتبعوا حمية الكيتو بيرجعوا للنشويات والكربوهيدرات بشراهة، فبتم استرجاع كل الوزن اللي خسروه وبسرعة، وكمان له تأثير كبير على الكلى والدماغ. وهيك بنكون خلصنا فقرتنا لليوم ونرجع نكمل مع الشيف علا. شكرا لك هبه كثير، وبهيك وصلنا لاخر الحلقه. طبعا هيك عندي تشيز كيك صار جاهز، هذا تشيز كيك انا محضرته من قبل بوقت، راح افتح معاكم حبه. طبعا اسمه تشيز كيك حلا دوار الشمس. حلا دوار الشمس لازم تستخدموا فيه ورق الكب كيك حتى يطلع معنا الشكل زي دوار الشمس. طبعا فكرته كثير حلوه، شوف ما شاء الله. هلا هون رح افتح معكم المكمورة. طبعا ما شاء الله ريحتها هالمكمورة، كمان انا مجهزيتها من قبل بوقت. هيك عندي جاهزة، وهيك وصفاتنا لليوم صاروا جاهزين. بتمنى كثير انكم حبيتوهم. رح احكي قبل ما نختم بالنسبة ان شاء الله لأسماء الرابحين، رح تظهر أسماءكم على صفحات مجموعة شعبان، سكر شعبان وأروز تايجر. وما تنسوا تتابعونا في الحلقات الجاية، وشكرا لكم للمتابعة. بنشوفكم ان شاء الله على خير. باي باي.